السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بالجميع، عساكم بخير إن شاء الله. في هذه الحلقة ندير واحد الفلوغ اللي خفيف ظريف وسريع. الفلوغ عبارة عن لقطات من واحد جرية خفيفة بغابة جبل كاكو، اللي يسمى جبل كاكو، اللي هي هذه الغابة. صراحة يعني غابة مميزة وجميلة، يعني كنعرفوها من القديم، يعني بمدينة سالة بالضبط قرب حي السلام. خليكم مع هاد اللقطات، ما تنساوش دعمونا باشتراك وإعجاب. الحمد لله تم الوصول الى القمة، واحد شوية نريد واحد المنظر ما شاء الله، منظر جميل بالنسبة لهذه الغابة او الجبل هذا. كيقول لي جبل كاكو، كتشوفو يعني منظر رائع. واحد شوية نوصل للقمة ديال الجبل، طبعا هذا الجبل ماشي شي جبل كبير، لكن جبل صغير يسمى بجبل كاكو، ما عرفتش سبب التسمية. نشوفوا هذه الإطلالة جميلة، هذه الإطلالة البانورامية يعني كيف كتشوفوا ليها، اللي راه سمعة حسان يعني الرباط. هنا الولجة، الحي الصناعي ديال الولجة، وهنا هذا هو يعني البرج اللي كيتبنى، يعني تابع لمدينة سالة.